كنا موجودين على أرض الفيروز، أرض السلام، المدينة الخضراء، مدينة شرم الشيخ، لاستكمال فعاليات قمة المناخ COP27. هنضع المشاهدين أكتر في الصورة، وهنتطرق زي ما قلت لأهم أجندة وفعاليات النهاردة، وكمان ماذا حدث بالأمس وأبرز الفعاليات اللي حصلت امبارح. يعني زي ما متعودين، زي ما قلت، كل يوم ليه أجندة مختلفة، ليه عنوان مختلف. النهاردة هو يوم التكيف مع الزراعة، يوم التكيف والزراعة، اللي كله بيخص مشاكل التكيف وكيفية التكيف وما يخص الأمن الغذائي. أجندة النهاردة وفعاليات النهاردة يمكن بدأت من بدري جدا، يعني شفنا في الصباح الباكر مسيرة لتحالف العدالة المناخية بمصر، واللي جمع العديد من المشاركين من جميع وكافة الجنسيات بينادوا بتحقيق العدالة المناخية في مصر، وبينادوا بحقوق القارة الإفريقية في العدالة المناخية. كمان النهاردة في جلسة بعنوان مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام فاست، ودي اللي بتتكلم وبتركز على حشد التمويل من أجل التكيف ومن أجل إنشاء أنظمة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية المختلفة. كمان النهاردة يا هشام هيكون في جلسة بعنوان الاستدامة المناخية واستدامة السلام، ودي هتتطرق إلى كل التغيرات المناخية وكيفية ربط العدالة المناخية بالأمن والسلام العالمي، يعني الاثنين قضيتين مترابطين بشكل طبعا طبيعي وبشكل مباشر. كمان هنشوف النهاردة يعني مبادرة خاصة وجلسة خاصة عن إطلاق مبادرة حياة كريمة لإفريقيا، واللي هتكون برئاسة معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور هالة السعيد، واللي هتطرق لنشر حياة كريمة، المشروع الوطني لإفريقيا، وهو توفير سبل جيدة أفضل للقرى الريفية الأكثر تضررا في إفريقيا بنسبة 30%، وذلك بحلول عام 2030. ده غير العديد من الجلسات والفعاليات المختلفة، كلها فعلا النهاردة بتركز على موضوع التكيف وكيفية الوصول إلى العدالة المناخية وكيفية تحقيق الأمن المناخي في العالم وإنقاذ الكوكب والعالم أجمع.